يقول: أنا شاب في 23 من عمري ومستقيم والحمد لله، وأبي رجل كبير، ولظروف عائلية ترك المنزل وسافر للخارج وترك الأسرة، وكان دائما يقسو علي أشد القسوة، وما رأيته مرة واحدة يعطف علي رغم أنني ابنه الوحيد. وشاء الله أن أسافر للخارج وألتقي به، ولكنه لم يفكر في مساعدتي للزواج رغم أنه يمتلك أموالا وأنا لا أملك إلا مرتبي الذي يسد نفقات الأسرة، وفوق ذلك أقترض من الناس لسد تلك النفقات التي تحملتها عنه بعد سفره. فهل الشارع يلزم والدي بنفقات زواجي، وماذا أفعل معه وهو رجل صلب الرأي لدرجة كبيرة لا ينفذ إلا ما يراه، بالرغم من أنه يقوم الليل ويؤدي المناسك جميعا، ولكنه يقول إنني تعلمت وليس عليه لي أي واجبات أخرى، وهو يعلم تمام العلم أن مرتبي لا يتناسب ونفقة الأسرة التي تركها، فهل تزويج الابن واجب على أبيه أم لا؟ أولا نوصيك ببرك بوالدك والإحسان إليه، وإن كان كما ذكرت يصدر منه في حقك بعض القسوة، فعليك بالصبر والتحمل والإحسان إليه، ولا تتبرم مهما فعلت مع والدك من البر، فإن هذا عمل صالح، والإنسان مأمور أن يدفع السيئة بالحسنة مع الناس، فكيف مع الوالد وأقرب الناس إليك؟ ولا أرى مبررا لشكواك منه وتبرمك منه، بل عليك أن تصبر ولا تبين هذا للناس، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومهما فعلت من البر والإحسان إلى والدك فهذا شيء واجب عليك. أما قضية وجوب تزويجك عليه هذا فيه تفصيل، إن كنت لا تملك شيئا الوالد يجب عليه أن يزوج ابنه، إذا كان الابن فقيرا لا يملك شيئا ولا يستطيع الزواج فإنه يجب عليه أن يزوجه، لأن هذا من الإنفاق، ونفقة القريب المحتاج واجبة على قريبه الغني، ومن ذلك تزويجه وإعفافه. أما إذا كنت تقدر على الزواج وتقدر على الاكتساب كما ذكرت أنك متعلم وأن لك وظيفة ولك عمل، فلا يلزم والدك أن يزوجك، وإنما تتزوج أنت من كسبك ومن محصولك. وعلى كل حال الذي أراه لك أن تتوكل على الله وأن تكتسب وأن تعمل وتتزوج.